ودابا ما طيش احنا مابقيناش نلحقوه، لحقت حتى 10 دراهم كبهاد الايام هذه كنشبروهم ديهم طيل الحانوت نصيب السوق شويه. ايوا دابا الدراري عاملين فينا البريزل كيكسيونا هيدا وليداتنا عاود. ايوا كبرناهم ضربنا تمر عاود هنا ملقطين. ايوا الحمد لله هذا كيعاون مع هذا وصافي. الموطا ديالو سيدي هذا هو الميطا ديال اللمضة، هو الميطا فيه كنريحو الطابلة يعني كنعمل ديك ديك كريسي وكنجلس بحال هكا التكيكة ها؟ ايوا السلام التكيكة ديالك صافي التكيكة هي. واش تحس براسك وحداني ما تكون وا هذيك راه بطبيعة الحال تحسي براسك وحداني احنا عاملينها مربانا الى تزيارتي ولا جالي لك شي واحد انا ولاد عاملين الفوقي واش من تما طلع باش الى مربانا الدنيا وزمان كنعملوا مثلا بحال احتياط هذاك وسبحان الله البشر هذا ايوا هذا منعون صاحبي ايوا كنبقاو هنايا الى تن احنايا هنايا دابا بالليل الى 7 الصباح ايوا قاعد دابا هنا غاد نعس ايوا حتى لين غادير هاد الخدمه ها حتى لين غتبقى خدام هاد الخدمه يعني دابا بحال اللي كنتسناو وكنتسناو تقاعد الا كان باقي العمر طويل باقي عندنا واحد 4 سنين ولا هاي داك شي 4 سنين هيدا ولا 3 سنين نقولوا ان شاء الله نلحقوا تقاعد الا طال العمر. يوم بعد التقاعد شنو بغيتي دير؟ بالتقاعد شنو بغيت ندير اللي مبلاني في الراس ديالي ان شاء الله الا كان العمر طويل هكاك بغيت ما بغيت ندير لا بقى الرومي ولا بقى بلدي بغيت ندير عيشي معيزات هكا يعني رويميا وغنتبعهم بيدي كاع ديك الدراري كاع اللي كيتبعوهم هما يمشيو كل واحد وفيمشي لا قضيه خدام ولا انا غنعيش غير مع هادوك ما يعطيوني شي مثلا يعني 8-4 يترو د الحليب ولا غدا نعمل انا كاع 10 بارك علي. خمسة وثلاثين و 13 باش تجينا 46
انا كنت دائما المعلم حتى يستشار معي، لان الصنعه هذه كلها مطلعه على الحساب، الا ما عندكش الحساب ما عندكش الصنعه. نقول له اعطيني الاخرى تقدم وقدم، واعطيني الكمايم قدم وقدم، واعطيني ذاك قدم وقدم، ولو التسع هو هذا اعطيه قدم وقدم، هذا خرج له صافيه. مشيت تما ما يحيدش جي لاصقه، والحساب مخرج من القران، اعمل الفسياد القران الحمد لله، اللي عرف الالف شنو اللي ينقط واللام شنو اللي ينقط والحا شنو اللي ينقط، اجي بعد خرج نيشا صافي بالميزان ديالها بجميع الاشياء. انتخلقت من الوالد انايا الى نعرف المرض، كل شيء على الماكله، كلت واحد الماكله بيتها ولا نفخاتك ما بقاش يطوف بها، ما بقاش الا كل بيت الحوز ولا وعاء وحده في النهار تا تكمل بالماكله. هكا كان عطي الخفه نوض دغيا ونجلس دغيا، الحقيقه ما كانش الماكله الحوز راه والو والو، اللحم ما ناكلاشي، المرقه ناكلها، اما اللحم انا الغرفه نطيها له ها كل مع راسه. لان اللحم تمنيه مع لا نخرج تمنيه باش يفحل اللوبيا وفحل حاجه اخرى. لا من الاول ديالي كنت نقول لي خصني واحد الخدمه ما يحكم فيا تا واحد، ملي نبغي ننعس ننعس، ما يقوليش نظره انت تعطلت على الخدمه ولا هذه. كانت الفكره ديالي في الاول، قلت انا اللي خصني واحد الصنيعه ما يحكم فيا تا واحد، وفعلا كذلك. الحاجه الا كانت في القلب ديالك عندك ما ذاك، وانا كتمني الا كنت نيه الا كنت للطلبه بالصح، الحاجه الا كنت اتقنا لا تشبر فيك، والا كنت ما اتقنا شي ما تشبرش فيك. تكون تصويره ولا تكون صنعه ولا تكون بيع وشرا، والا كان الحاجه الا كنت اتقنا هاي مشبره فيك، والا ما تقنت شي راه ما كانش ما تعطيكش الغله. فهمت القضيه؟ اليوم انا نحلم راسي فحال يكون نزلت بالطياره صافي، كنت في واحد البلده ونزلوني لهنا، ما كاين معقول، ما كاين صحبه. المعرفه انت من دار البيضاء وانا من العريش، هذه كاينه بالحق. الصداقه ما بقاش الصداقه والو، لان النيه ما بقاتش، هو الانسان شوف الا كان جاي ينعس في الليل وما سلكش عليه النعاس ما جاش خدام عليه التقلب، يشوف شنو عمل في القيله حتى شدو وخرسك، شوف شنو عمل، اما قهرت واحد واما غلغلك شي واحد شي كلمه ما قال لك شي بزياده، واما الحاجه ما عجبتك شي، ما يجيكش النعاس بالليل، ما يكونش قلبك قبيح وما يطرى لك والو، لان القط عمره دار، عمره قرا في الجامع ها، عمره قرا في المدرسه، هذا دابا باش نقولوا له حنا المش ها، المراه من اللي يدي لها الحوسه اش يعمل، يطلع نسطح ولا يشوف من موراه كما جاب الزلاط ولا ما جاش، وإلا عطيتها له ثم لا ياكلها قدام. هو عليه الجوع. وانت اللي خصك تعطيه بعد الزواج، وانت وانت خليته بلا شيء، خطفه وهرب.
الاسم ديالي الحقيقي هو محمد الخزعاني الخزعالي، ولكن من بعد ولا الاسم ديالي هو محمد قبوع، لان من مشى الوالد عند الحاله المدنيه قالوا له كاينه بزاف ديال الخزعالي، خرج عين الباب ولا عندهم قال لهم عمل قبوع وتهنى. الوالده كانت واحد الانسانه بدويه، الوالد ديالي حتى هو بدوي، احنا يعني انا بيدي بدوي الان، فهمتي؟ كنحس براسي بحال شي سراح، واش فهمتي او لا؟ الوالده قالوا لنا باللي عملت واحد البير بلا ما كنا حنا عارفينه، عملت واحد البير في الموطع فين كانت هي كتسقي، مي كانت صغيره في الباديه، ثلاثه دريصان انا واحد ديال العريج، وعجبتني هاد الفرصه ديال عملت البير يشربوا منه الناس وديك الشيء. الوالده ديالي توفات قبل الوالد، وباش تاكدت انا باللي هما كانوا طري امورو، الوالد ديالي من مرضت الوالده ديالي مشيت لعندو، قال لي قلت له شنو هي الوالد، قال لي صافي انا مشى لي كلشي، واش فهمتي؟ ما بقى عندي حتى واحد في الدنيا، واش فهمتي؟ قلت له علاش؟ قال لي الوالده مرضات وكذا، وهي اللي كتكون بيا هي كذا. الوالد من توفات الوالده بقى مغير تقريبا واحد السنه فقط، واش فهمتي؟ من بعد توفى، واش فهمتي؟ توفى مر الوالده في اقرب وقت، وكان صحيح يعني طلل من الشارجه، مشى في الهواء وشاف السماء وشاف الزنقه، دخل للدار صافي توفى، واش فهمتي؟ الحاجه اللي كتعز عليا، الحاجه اللي كتعز عليا هما لي طابلو ديالي، عندي اعزاز بزاف، واش فهمتي؟ يعني كان عندي واحد مجموعه، عملت واحد ليكسبوزيسيون في سونتر كولتيرال اندلس مرتيل، وعملت اكسبوزيسيون في مدرسه اسبانيول وحده في دار الثقافه، بون كانوا عندي بزاف ديال لي طابلو، وهذوك لي طابلو كنت ملي كنرسمهم كانوا عندي اعزاز، واش فهمتي؟ ولهذا بقيت كنسمع الناس كيقولوا ما كتبيع شي، ما هادي، ما خصك تبيع، خصك كذا. بون واحد الساعه ملي عملت ديك الاكسبوزيسيون تباعوا لي شي 10 طابلوس لا بروميير فوا، بون حسيت بواحد السعاده، او ميم طون حسيت بواحد كويسيدونس، يعني بحال اللي بعد واحد الطرف مني. قلت ويك شنو عملت؟ هادشي كان خصني نخلي الدراري ولادي باش يحاولوا يشرحوا، عندي واحد الحسن والحسين فهمتي، باقا الصغار يحاولوا يشرحوني كيفاش كنت وشنو انا ومنين ماجي انا، وفهمتي يعني التاريخ ديالي اللي 3000 اون افون جيزي كري الى دابا. بون هادي الحاجة اللي كتبقى فيا، فهمتي؟ ما كيبقى فيا والو، لا فلوس لا حتى شي حاجة، يعني بحال الإنسان كاع ما كيخمم في المادة، واش فهمتي؟
البحر أولدي حكاية بزاف، حكاية طويلة، حكاية طويلة. تجوزنا مع البحر، خدمنا بزاف أولدي، وخدمنا تمرة بزاف في البحر. بكري ما كانش الخدمة بحال دابا، مثلا البركو كتشوفو كيخرج عنده الصباط والتقاشر لابس عليه مزيان، ودابا فلوكي عندها مثلا موتور عندها مزهزة. ما كانش بكري، بكري كانوا هادوك المقادف، ثلاثة د المقادف وجوج الناس أو ثلاثة د الناس، جوج الناس جالسين، واحد ناعس هنا وجوج كيقدفوا. اليوم كل شيء خير موجود الحمد لله، خصنا غير حنا نكثروا في الحمد. كان جلابة كتلبسها ودير الحايك تحت منها، الحايك حايك ديال الصوف ديرو لتحت وتلبس جلابة الرزة وهادي وتخرج تبات خدام. وملي توصل للدار كانت المرأة خصها دير ديك العواد ولا ديك الفاخر في شي مجمر كبير ولا في شي سطل، ودير فوق منه الشلال بحال السلة كديرها فوق منها باش يلبس لك منها الحوايج، يلبس الحوايج باش تمشي بهم غدا عاود. ما كاينش ما كاين لا لباس لا والو، هادشي اللي كان داك الحايك عاود ملي جيت نعس تغطى به مع وليداتك في الصباح عاوتاني تلبسو زيد الخدمة. هادشي اللي كان بكري. أنا أصل ديالي فلاح، با فلاح، خوتي فلاح، كلشي فلاح، وأنا تسيبت البحر. أنا بغيت البحر من الصغر ديالي، كنت كنتمنى البحر. وملي خدمت فيه واحد المدة عاود عفيت، ما بقيتش عاود كنقول ما خصنيش نخدم البحر، ما كملش السن القانوني للبحر ديالي. أنا السن القانوني ديالي يعطيني الله. أنا بكري ماشي هو اليوم، بكري باطو ديال السردين مثلا إلا جا كيهبط السردين، وكانوا ما كيدخلوش ينسى بكري المرسى غير رجال كيهبط السردين كيعزل ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة صنادق حيدهم برا لواحد الجيه، وعيط لواحد البحر يقول له فرق هذوك على الناس بحال اللي كيعطي العشار للناس. الخير فايد. اليوم الخير موجود، وحنا اللي شويه قلالين الخير. الخير موجود الحمد لله، خير عمره ما قطع ربي، كل شيء الخير الحمد لله موجود، غير حنا شويه ما كان نساو خير الله وصافي. راه ضربنا 10 دراري يا سي، 10 8 ديال الدراري وجوج البنات، والحمد لله كلهم كلاو كلهم شربوا كلهم تمتعوا. ملي كبروا دابا يعاودوا راسهم يدبروا راسهم، الله غالب. باش تتبغي الناس يتفكروا كالحاج إوا نتفكرونا وتفكروهم إلا في الخير، شي باش خصنا يتفكرونا إلا في لا درنا شي خير يرحمونا عليه. هادشي اللي كاين أسيدي. أنا مرة بكيتي في الحياة حتى عييت، حتى مابقاش يعجبني البكا. الله يرفدي، حتى عييت أصاحبي. لأن كنت تيقول لك الراجل ما خصوش يبكي. لا لا، الراجل هو اللي يبكي، علاش ما يبكيش؟ كيكذب لي كيقول لك راجل ما يبكيش. الضحك يضحك والبكاء ما يبكيش، علاش زعما؟ ما يمكنش. والله صاحبي حتى ما بقاش يعجبني البكاء، نكذب عليك. بكيت بزاف. الضحك كيما ضحكتي كل ما تبكي. كتوحش البحر نتاعك؟ كتوحشو بزاف. دابا هاد شي هضره معقوله. كتوحش البحر بزاف. دابا دخلتي في الدم. توحش البحر بزاف ملي كتكون الشتاء، وكتكون الشتاء بزاف، وكيجيني بحال اللي كنشم ريحه د الحوت بالقلب ديالي بالنيوف ديالي بكلشي، ونوض كنوض ونجي مع جنب البحر، وتكون الشتاء والبحر البحر ملي كيضرب كيزعزع ديك الحيط حتى كيرش على ديك الحيط على البرانديو. كنجي انا كنورك هكا ونبقى تما غير بهذه الجلابة ولا أقل منها كاع، ونبقى تما حتى كنفزق كنولي فازق مرة عندخل الدار، حتى كنولي كنموت بالبرد عندخل الدار، وندخل الدار غير سخن كتجيني ديك النسمة ديال الحوت في النيوف ديالي. خصني نجي إلا كانت شي حملة شتا طايحة بزاف والحملة وهادي، خصني نجي ونتصنت على البحر ونتصنت على ديك ونشم ديك النسمة ديال البحر حتى كنتقهر. ها وحده من البكا، انا كنا كنهضروا على البكا والله العظيم بالله. نجي يا خويا وتك تقول لي الدار مالك غتكثر راسك كتمشي اش كدير؟ قول لهم خصني نمشي ندور البحر صافي نمشي.
انا في الاول كنت كنقرا ملي كنت كنقرا كنت كنقرا في الثامن حتى قربت ثلاث سنه مات الوالد ما بقاش لي كيصرف عليا. الوالده كبيره ومريضه ما كتقدرش مسكينه تغلي ولا كتعيا. يا هذيك كنت كنهود عند ولد اختي هنايا هوت عندو قال لي راه تمشي معايا هذا واحد الراجل كان كيخدم معاه. مشيت كنخدم جيت هودنا عندو شفتو كيخدم معاه مزيان وكذا شفت هذا الراجل مزيان مشيت عندو حكيت له اللي كاينه قلت له راه انا الوالد ديالي مات الوالده كبيره ومريضه قلت له واخا نبقى نجي نخدم معاك قال لي واخا اجي. طلعت عند الوالده ديالي قلتها هضرت معاها وكذا وقلت لها قالت لي مابقاش تهون ديك المارسه الاخرى قلت لها لا انا ماشي مع هذيك قلت لها انا مع واحد الراجل مزيان وما كيتعلموش مع هذاك الشيء قباه وكذا قالت لي واخا هو بقيت كنخدم معاه وكذا دوزت مع واحد عام هيدا تعلمت الخياط دابا الحمد لله كيعطيني خياط وكنعاون الوالده شويه كنخلي لها راسي نكسي راسي هادشي اللي كاين اه شغل لك احنا نخرج بحال هاد الراجل هادو صافي بلاها من حسن ونعاون الناس واللي اللي بغى يخدم يجي مرحبا به هاديك الشي اللي كاين صافي. I'm going to go back to the house. I'm going to go back to the house.